مش تعبانين من ربنا، تعبانين من الناس اللي بتقول انها تعرف ربنا. اقول لك من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل لي في الحياه ايه؟ انها تظل. في حاجات انا مش فاهمها، في حاجات ابعد من حدودي، في حاجات الكتاب ما ردش عليا فيها، ما قالش حاجه، مش محتاج اعرف. انا مصدق فيك وهحط ايدي في ايدك، لانه ما فيش حد اكتر منك اقدر اثق فيه الا انت، لانك انت صخر الظهور. مصدق الليله ان الرب عنده حاجه خاصه لكل واحد فينا. ربنا بعتني النهارده مش عشان انا بشتغل في المكان ده، ومش عشان انا اسيس هذا البيت، لكن ربنا بعتني علشان بصلي من كل قلبي اني اكون قناه عارفه توصل صوته لحد محتاج، لحد ربنا عايز يوصل له كلمه خاصه جدا جدا جدا. اللي انا شايفه النهارده من ساعه ما ابتدى اليوم وانا بصلي، شايف اب بيقرب على اولاده وعلى بناته، ياخد كل واحد منهم في حضنه. شكلك ايه؟ انت عامل ايه؟ حلو، وحش، لابس، قالع، مش مهم بالنسبه له، مش مهم بالنسبه له، مش مهم بالنسبه له. كل اللي على قلبه انه عايز يوصل لك حبه، عايز يوصل لك اهتمامه، عايز يوصل لك عنايته، عايز يوصل لك انت بالذات انه بيفكر فيك 24 ساعه في اليوم. بيفكر فيك، بيفكر فيك وجوه قلبه حاجة كبيرة. وأنا مصدق الليلة إن ربنا هيشفي ناس كتيرة فينا، هيشفي حاجات كتيرة جوانا، وهيدي لكل واحد فينا نصرة حقيقية على الشرير. مبارك شخصك الغالي يا رب. هللويا. الأسبوعين اللي فاتوا كنت دايما بجيلكوا يا إما جاي بشماعات، سوري، يا إما جاي ببلعات شماعات. ما كنتش قادر أشيل شماعات كتيرة، أوزع شماعة لكل واحد، وتكرموا البلعات، مش هقدر أشتري لكل واحد بلاعة يروح بيها. لكن الليلادي أنا عندي هدية، جبت الهدية معايا ليا. اللي بيتفرج عليا معلش، هتلاقيها في اي حته، هتلاقيها في كل مكان حواليك، من السهل جدا تطلع وتلاقي الهديه اللي احنا هنتكلم عنها الليله. دي الهديه بتاعتي، حجر صخره عندنا بيسموها طوبه، هي دي الهدية بتاعتنا. أمير والشباب لو سمحتوا تعالوا نوزع الهدية. هيعدي عليك طبق، ده مش التناول، ده ما تاكلوش بليز، ده مش للأكل. هتاخد واحدة تحطها في إيدك، وطول ما أنا بكلمك خليها في إيدك، خليها في إيدك. بعد ما نخلص هيبقى الاطباق موجودة برا، لو انت حابب تحتفظ بواحدة باثنين بثلاثة، حابب تهديها لحد، حابب تدي حد تاني، انا معايا قدر لا بأس به يعني من الحجارة البيضاء الجميلة. خليهم هنا عشان نستخدمهم عند اللزوم. ما تقعدش تنقي وتستلقط وواحدة عجباك ودي مش عجباك، مش وقت والله، خليك، مش وقت، مش وقت، مش وقت، خليك في المثال، بس في المثل اللي احنا بنحاول نوصله ونديه ان يكون معاك. جماعة اللي بيشاهدونا، انا بتكلم على حجارة وحجر بنوزعه على الاحباء اللي موجودين هنا في الكنيسة، كل واحد يكون معاه حجر موجود في ايده عشان ربنا عايز هيكلمنا من خلال الحجر ده. هللويا. لو انتوا معايا، اللي معايا يقول امين. النص اللي ورا لسه ما قالش امين، فلسه مش معايا، لكن هيوصلك الهديه واحنا بنتكلم. حتى مد ايدك الهديه. ايه الموضوع اللي احنا ماسكينه في ايدينا ده؟ ممكن ايديك تعرق على فكره وانت من نوع العراق يعني، وانت ماسك البتاع، بس معلش، بس خليك على قدر الامكان ماسك الزلطايه دي او الحاجه ده بين ايديك. لما تروح للدكتور
وكتير مننا بالذات لما يكونوا أولادنا صغيرين بناخدهم للدكتور واخد إنفلونزا واخد برد لوز وجعاه، فبيديك دواء ده 3 أيام ده 5 أيام وده مضاد حيوي أنتبيوتيك يتاخد مش عارف كام يوم، وبعد كده في دواء يكتبوا لك في الآخر خالص. الله الله الله، حد يسمعوني الصوت بتاني تاني عندي عند اللزوم، عندي عند اللزوم. كلمة الله ليك وليا الليلة حجر حجر عند اللزوم، ويمكن تكتشف ان لزومه هيكون كتير في حياتك، انه في حجر عند اللزوم انت محتاج انك تمسكه في ايدك، انت محتاج انك تختاره، انت محتاج انك ترفعه، انت محتاج انك تصدق ان الحجر ده بيرمز الى شيء ويعني بالنسبة لك شيء وحيعمل حاجة مختلفة في حياتك. وقت ما تحتاج وما أكثر الاحتياج، كتير مننا مغلوبين، كتير مننا مكسورين، كتير مننا مطحونين، كتير مننا متألمين أو مهزومين، مع أن المفروض يكون العكس، مع أن المفروض يكون في حاجة مختلفة موجودة في حياتنا. مهزومين، مغلوبين، مكسورين، مجروحين، متألمين، تعبانين، كفرانين، حيرانين، رغم اننا مؤمنين ومحبوبين ومختارين. قولهم تاني، رغم اننا مؤمنين ومحبوبين ومختارين. والمؤمنين والمحبوبين والمختارين مفروض ان هم دول افضل ما في العالم، افضل ما في الوجود، هم انعكاس مجد الله ها هنا على الارض، هم ريحة المسيح الزكية، هم رجلين الله وإيديه وعينيه وفمه اللي بيمشوا ويتحركوا ها هنا على الأرض وبيقولوا أن الرب قد ملك، واللي بيقولوا أن للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الشريرين فيها. الشرير بيطمع فينا، بيطمع فيا وبيطمع فيك، بيرمي بضاعته علينا، وبيعمل ده في كل يوم وبيعمل ده في كل لحظة، مش هيبطل ان يرمي اللي عنده علينا. واللي بيرميه الشرير اللي على قلبي النهاردة اقول على حاجة واحدة بيعمل الشرير، بيرمي تخويف وبيرمي تهديد، الصوت العالي وبتعبيري انا والجعجعة، معرفش التعبير ده كم حد يعرفه، جعجعة جعجع عن واحد فاضي وكلامه فاضي لكن طول الوقت بيزعق، طول الوقت بيصرخ. ولما بيصرخ، لما بيملى الهوى حوالينا بصراخه وتهديده لينا وتخفيف تخويفه لينا، الشرير مش بيرمي عليك خوف، الشرير بيخوفك. ولما بيرمي عليك التخويف، رد فعلك انك بتخاف، رد فعلك انك مهدد، رد فعلك انك مطارد، رد فعلك انك مش في السلام، رد فعلك ان القلق واكل منامك، رد فعلك ان الازعاج واخد من حياتك جزء كبير جدا، رغم ان المفروض انه ملك السلام مالك على قلبك، مفروض انه ملك السلام مطمن قلبك، انت عارف انت جاي منين وانت عارف انت رايح فين. حتى السكه اللي انت ماشيها هنا هو قال عليها انها صعبه، حتى السكه اللي انت ماشيها هنا هو قال انه فيها هيكون فيها ضيق، لكن هو غلبها، لكن هو انتصر فيها، وهو ماشي معاك فيها على انه راعيك، رعيك الطيب، رعيك الأمين اللي منسكش يوم ولا حينساك في يوم من الأيام. هو ما فدكش وفداني عشان يسدد احتياجتنا وعشان يدينا ناكل ونشرب ونجيب عيال وبالتيلة نعرف نربيهم وندفع فواترنا اللي علينا ونكمل الحياة، يمكن نسبحه مرة ونباركه مرة، ولو صلينا نطلب، ولو طلبنا نطلب عشان جرحنا وعشان نفسينا وعشان زواتنا.
التخويف اللي بيعمله الشرير تخويف بيشل الحركة، بيشل التفكير، بيحصر الإنسان في ذاته في مشاكله بس. جوه الإنسان مع تهديد الشرير رعب، رعب من أمور كتيرة، رعب من حاجات كتيرة إبليس بيكبرها. بيسميها هم، والهم بشيله أنا وإنت. وكلمة هم جاية من أصل كلمة معناها وأصلها وهم. خليك معايا، خليك معايا. واللي بيعمله الشرير إنه بياخد همومنا اللي أغلبها أوهام ويكبرها، ويكبر صورتها ويخوفك. ولما يخوفني ويخوفك، حجم الإله اللي جواك، حجم الإله اللي انت بتعبده، فجأة يا أخي فجأة بيكش، فجأة مش موجود، فجأة مانش شايفه، مانش حاسس بيه، ما انا مش مدركه، مش لمسه، مش عارفه. وبيفكرني بحاجات كتيرة، ويهددني بحاجات كتيرة، ويخوفني بأمور كتيرة. خوفني من امبارح اللي لسه ما خلصتش فيه، رغم ان المسيح خلص فيه وقال لي ان الاشياء العتيقة مضت، هو ذا الكل قد صار. مخوفني من النهاردة لانه مش عارف النهاردة انا ايه اللي حاصل فيه، وردات فعلي هتكون شكلها ايه، والناس بتعمل فيها ايه. خايف من بكرة، خايف من اللي جاي، من اللي انا معرفوش. يا ترى الزمن مخبي لي ايه؟ هو انت بتعبد الزمن؟ هو الزمن ربك وإلهك؟ بس الزمن غدار، الزمن غدار، الزمن محدش يأمن له، الزمن محدش يأمن له. بس في إله هو رب الزمن وإله الزمن، وهو نفس الزمن اللي أنا وإنت عايشين فيه. ده الأبدية اللي ليا وليك، وإنت المخلوق من ضمن المخلوقات العديدة اللي الله أوجدها موجودة على الأرض. عارفة يعني إيه الأبدية؟ ومفروض إنها عايشة في الأبدية، وبمنطلق الأبدية بتفكر وبتعيش للنهاردة وبكرة. في قوتين موجودين في الحياة، أقوى قوتين موجودين، دور عليهم في الكتب، دور عليهم عند بتوع الطب، دور عليهم عند بتوع الفكر، عند بتوع النفس، عند بتوع الفلسفة. هتلاقي قوتين دول هم اللي بيحكموا كل إنسان، الحب أو الخوف، الحب أو الخوف. الله خلقني وخلقك مش للخوف، الله خلقني وخلقك للحب، لتبادل هذه القدرة والقوة الإلهية تكون موجودة في حياتي وحياتك. شرير حطمنا، شرير كسرنا بسبب خطايانا، دخل الخوف إلى العالم. لكن في حاجة جديدة في المسيح يسوع، الحاجة الجديدة اللي في المسيح يسوع كلمة الله بتقول عنها، بيقول يوحنا الأولى 4:8، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة مالها؟ تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له، حد فاكر الكلمة الخوف ليه إيه؟ عذاب. من خاف لم يتكمل بعد في المحبة. حد جرب عذاب الخوف؟ ما ترفعش إيدك، لأن كلنا هنرفع إيدنا. الخوف ليه عذاب، الخوف يقتل، الخوف يشل، الخوف يمرض، الخوف يكبر عمرك أكتر من سنين عمرك، الخوف يكشكش جلدك، الخوف يمرض قلبك من داخل، الخوف ياخد منك البسمة، الخوف يخليك في أرق، ليك في قلق، يسلب منك النوم، يسلب منك البهجة، يسلب منك السعادة، يسلب منك النعمة اللي الرب ادالك إياها. ما انتش عارف تستمتع بحاجة بسبب إنه فيها خوف لسه ماكتب في حياتك. الخوف يشطب على كل إمكانية وقدرة ممكن بيها تعيش وتواجه الحياة. الخوف لما يكون موجود في حياتي وفي حياتك، فجأة يا أخي بقدرة قادر، بس مش بقدرة القادر ده اللي أنا وإنت نعرفه، بقدرة قادر تاني، الله يختفي من المشهد. تقدرش تحس بيه ولا قادر تحس بوجوده، وهو طول ما هو موجود
أمان والسلام هو عنوانه. الخوف شكوك، الخوف تقلب، الخوف عدم ثقة، الخوف ازدواجية، الخوف تردد. فجأة عندك إيمان، بعد 10 دقايق يطلع لك موضوع أو تسمع خبر، بح، راح الإيمان، اختفى، انتهى. والسبب إن في قوة في حياتي غير قوة الله بتشتغل أنا سامح بيها، هي قوة الخوف. ما أسوأ الحياة تحت سطوة التخويف والتهديد وروح الخوف وعدم الأمان، مسلسل عذاب متواصل بيقضي على كل جميل فينا، بيفتح الباب للهزيمة، للفشل، للخلاف، خليك معايا، للخصام، للانتقام، للحرام، وقلة المنام، وكثرة الكلام، وإزعاج الأحلام، خزين كبير من الأوهام. ولما حد يشوفك ويسألك إزيك عامل إيه، جوابك كذب وبيقول كله تمام. مش ده اللي عايزهولي أبويا، ولا ده النصيب اللي ليا من عند الآب، مش دي الحياة المعينة ليا، مش ده اللي مفروض يكون موجود في حياتي. العدو موجود، لسه موجود، لسه بيقول مش بيقول يصنع خير أبدا، لسه بيقول ملتمسا من يبتلعه. بطرس الأولى 5:8 بتقول أصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. هو إزاي الشرير يقدر يبتلع حد تحت سلطان الله وتحت حمايته؟ فكر لحظة معايا، فكر لحظة معايا، يمكن تجاوب على السؤال اللي انت محتار فيه. إزاي الشرير يبتلع حد تحت سلطان الله وتحت حمايته؟ أقول لك إمتى؟ لما الفرخ بيطلع من تحت الجناح، لما الفرخ بيسمح بباب مفتوح للشرير إنه يقبل خوفه، إنه يقبل تهديده، إنه ما يعرفش مين ده اللي فداه، مين ده اللي عايش فيه، مين ده اللي مديله النصرة والقدرة والسلطان. هيفضل زئير الشرير وصوته مالي الهوى باستمرار. لكن النهاردة أنا جاي أقولك على حاجة، امسك الحجر في إيدك، امسك الحجر في إيدك. النهاردة عندي مثل بسيط قوي، ست ماشيين في هذا الموضوع. داود من أكثر الناس في كلمة الله يعرف يعني إيه حجر، يعرف يعني إيه حجر، لأنه الله بالنسبة له كان صخرة، وسلاحه وهو بيحارب وهو بيرعى الغنم كان صخرة، كان حاجة بسيطة قليلة لكن بيها صنع فرق كبير في الحياة. ولأني نفسي أقولك عليه اليوم واللي بنتعلمه من كلمة الله، ما أكثر المرات بسبب الخوف الشرير يختصر الحياة كلها في موقف، موقف بيه بيخوفني، موقف بيه بيرعبني، مرض حصل في حياتي، فضيحة أنا خايف منها، حد من العيال بيمر بمشكلة، أنا بمر بأزمة، ولو مش عارف أتعامل معها صح الشرير بيكبر ده كأن دي الحاجة الوحيدة اللي ليها الحياة أو الموت. وأنا نفسي أقول لك على شيء النهاردة، كذاب في أصل وشه، كذاب. ربنا يديني ويديك النهاردة من نعمته تفهم المفتاح، إن الواحد بألف والإثنان، لا يرفع صوتك معايا، الواحد بألف والإثنان بربوة، إثنان خير من واحد، والخير المتلوت لا ينقطع سريعا،
لما اقف في قوه الاتفاق، ليه بيوتنا مكسره؟ ليه مش عارفين حاجه تحصل؟ ليه البركه مش موجوده؟ بسبب ان قوه الاتفاق مكسوره، بسبب طرف او طرفين خايفين، مقهورين، مكسورين. وهو عارف ان الاثنين دول لو اتفقوا مع بعض والرب اللي موجود في وسطيهم واخد عهد معاه، الشرير ملوش مكان في حياتهم، وكل اللي يتكلموا بيه ويتنبأوا بيه سوف يكون، لأن الله أعطاهم هذا السلطان. مع كتاب مقدس، افتح كتابك معايا، صمويل الأول أصحاح 17. حدوتة معروفة لينا جميعا من أيام مدارس الأحد. أنا هقول أعداد بسرعة وأقف عند منها. بارك شخصك يا رب. داود إنسان تحت الألام زي وزيك، لكن اتعلم الدرس. إبليس عايز يعدمني العافية. عارف يعني يعدمك العافية؟ يبطل كل قوة فيك. اوعى تصدق له. عندي شعب ليه ملك وليه إله حي، وجم فلسطينيين طلع منهم راجل، اقرف كده في اصحاح 17 لما طلبوا البيت، مواصفات هذا الرجل، هو واخواته بنفس المواصفات، ست صوابع في كل ايد وجته بطول وبعرضه. جم عملوا حاجه غريبه قوي، قالوا جلياط وقف وقال لكل شعب اسرائيل، هاتوا راجل واحد يحاربني، لو قدر عليا نبقى لكم عبيد، ولو انا قدرت عليه انتوا تكونون العبيد. عارفين المصيبه في ايه؟ الملك وافق، رضي، قبل التهديد. مع ان لما تيجي تعرف من كل التاريخ ان عدد شعب وجيش بني اسرائيل اكبر من كل الامم اللي حواليه، لكن قبل الراجل ده. انا لو مكانه بجيوشي نازلين وأول واحد حيتاخد في النص، يمكن يقتل له حد واحد اتنين قبل ما يتعدل على التالت، حتكون رقبته طايرة. عارفين المثل البلدي بتاعنا زمان يقولك، حد اتفرج على عنتر بن شداد؟ كان عنده آية ذهبية بتقول الكترة تغلب الشجاعة. شعب إسرائيل عنده كترة، كترة في العدد رغم الشجاعة والجبر. الكترة لو جات عليك أنت مين؟ هتتاكل، هتروح. لكن بص الشرير بيعمل ايه، يجيب لك الحياة كلها في موقف ويضحك عليك في الموقف ويحطك في حتة انت متهدد فيها مش عارف تعمل ايه. ما لو واحد بس، واحد بس، امكانياتي انا مش قد ده، مش قد ده، انا مش قادر اواجه ده، انا مش قادر ابص، انا مش قادر ادخل على ده علشان اواجههم. خليك معايا في كلمة الله، عدد 4 بتقول كلمة الله، فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطين اسمه جوليات من جات، طوله 6 أذرع وشبر كمل بعد كده براحتك زي ما انت عايز. عدد 10، قال الفلسطيني، انا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم، اعطوني رجلا فنتحارب معا. ولا راجل جوه قلبه غيرة عنده استعداد يموت بس لان هذا الاغلف عير إله إسرائيل. الخوف ممكن يشطب على إيمانك لو أنت سمحت لي. الخوف يعجزك من أنك تعلن إلهك الحي شكله إيه. عدد 24، جميع إسرائيل لما ورأوا الرجل هربوا منه وعملوا إيه؟ وخافوا جدا. عدد 27، داود واقف بقى، داود بيقول ايه؟ داود بيقول، عدد 26 انا اسف، كلم داود الرجال الواقفين معه قائلا، ماذا يفعل الرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن اسرائيل؟ لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير مش صف اسرائيل؟ اسمعني، الشاب الصغير، العيل الحلو ابو عينين خضره الاشقر، شايف حاجه مش شايفها كل الناس، مش شايف عدو، شايف واحد بس، شايف الاله الحي.
شايف الإله لا. مين ده اللي يعير الإله الحي؟ عدد 24، قريت 24 سوري، عدد 27، قريت 27 و26 37. تقول كلمة الله، قال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. حد يقول هللويا؟ الرب اللي أنا اختبرته مبارح، الرب اللي وقفني معايا لما كان عندي أسد خطف حد من الغنمات بتوعي، الرب اللي كان معايا لما رحت انتزعت من فم الدب غنماية تانية صغيرة، الرب اللي أنقذني من الاثنين دولة، مين يطلع ده؟ علشان الرب مش هينقذني منه. أنقذك مبارح هينقذك النهاردة وبكرة. هقولها مرة تاني، اللي أنقذك مبارح هو اللي هينقذك النهاردة وبكرة. كم واحد مصدق أنه لسه ما تغيرش؟ كم واحد مصدق أنه هو لسه حي الأبدين؟ كم واحد ما آمن أنه ليك خبرة معاه، أنه ليك سكة وطريق هو وقف معاك فيها، هو سندك فيها، هو رفعك فيها، هو خرجك من الأزمة والضيقة اللي أنت كنت موجود فيها. ولولاه كنت ضعت، لولاه كان حصل لك انهيار وما كنتش موجود. نفسي أقولك على شيء الليلة، هو لسه حي على فكرة، هو لسه موجود ولسه بيجازي الذين يطلبون. عدد 40، تقول كلمة الله، نقرأ قصة. أخذ عصاه بيده داود، بعد الملك ما حاول يلبسه سلاح ما ينفعش يشبع السلاح، أخذ عصاه بيده وانتخب له، أيوة وانتخب له 5 حجارة ملس. هم نعمين هم ملس عشان ما تقولش هم 5 حجارة ايه ملس. أخذ 5 حجارة ملس. لما أخذ 5 حجارة ملس حطهم في الكنف، حطهم في الحتة اللي الراعي بيحط فيها الحجارة دي. الحجارة دي عشان مين؟ عشان التعلب، عشان الكلب اللي مش من القطيع، اللي بيكون راعي موجود مع القطيع. الكلب عشان العدو اللي جاي عايز يخطف الأغنام، الحجارة دي علشانه. داود ما بيعرفش يلبس سلاح، سلاح الناس، يعرف سلاح واحد بس، السلاح اللي اداله النصرة على الأسد واداله النصرة على الدب، مش الحجارة اللي بين إيديه، اللي الرب اللي بيعرف يستخدم هذه الحجارة. تقول كلمة الله، انتخب له 5 حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاة الذي له، أي في الجراب، ومقلاعه بيده، وتقدم نحو الفلسطيني، وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود الرجل وحامل الترس أمامه. 2، الرجل جوليات، وفي واحد تاني شايل ترس. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره، لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصا؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. قال الفلسطيني داود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. قال داود الفلسطيني، أنا عايز أصور الحكاية دي، عايز أصورها غير اللي احنا بنشوفه في الأفلام الداودي. لو أنا صورت داود، حصور داود وهو جسمه كله بيرتعش، حصور داود وهو لسه بيلقط الحجارة وبيجهز نفسه وحط النبلة وابتدى يعمل كده. أصور داود وجواه غيرة، مين أنت يا ابن الله علشان تعير إلهي؟ اللي بيقوله داود وإعلان إيمانه اللي بيعبر عن غيرة موجودة في داخله، بيقول داود هذه الكلمات. تقول كلمة الله، قال داود الفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وترس، أنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم اسمع أسرع نبوة اتحققت في كتاب المقدس، هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض إني هتجوز بنت الملك، ان احتياجي هيتسدد، ان الرجاله اللي واقفين وراك يا دول هيتفكوا. تعلم كل الارض حاجه واحده بس، انه يوجد اله لاسرائيل.
وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص يهوى، لأن الحرب ليهوى وهو يدفعكم ليدنا. يسلم فمك، يسلم فمك. وأنا نفسي وانت ماسك الحجر في شهود واقفين مستنين انك تنطق وحيقولوها لك واسمعها في وديك، يسلم فمك. وانت بتقول انا مش هنهار، وانت بتقول انا مش هستسلم، وانت بتقول الذي فيا اعظم من الذي في العالم، وانت بتقول يا ما دقت على الراس طبول وانا لسه حي وموجود، ولسه الهي ساير قدامي، ولسه نوره معايا في كل يوم، واللي خرجني من ازمه هيخرجني من اللي اعظم منها ومن اللي اكبر منها واللي اشد منها، لان الهي لسه حي. يس يس. في حجر وقت اللزوم، في حجر وقت اللزوم. وانا مديك حجر مش عشان اوعظ بيه، انا مديهولك عشان تحتفظ بيه، تمسك بيه في ايديك، تعمله ميداليتك، تعمله ايه، بس احسن يكون في ايديك، يكون في جيبك وانت بتسوق، ولما تشوف الخوف قدامك وتشوف التهديد مد ايدك في جيبك، مد ايدك جوه الشنطه، طلع. عارف وقت الايه؟ وقت اللزوم. طلعه وامسك فيه من تاني، طلعه واضغط عليه بايديك من جديد، وقول للرب الحجر بيقول لي حاجه واحده بس، انك لسه حي وموجود. الحجر بيقول لي انك امين في وعودك الى النهايه. ما اكتر وقت اللزوم اللي عدي على حياتي وعلى حياتك. مين أكبر؟ مين أكبر؟ إلهك ولا الأزمة؟ إلهك ولا الاحتياج اللي أنت بتمر بيه؟ إلهك ولا مديرك؟ إلهك ولا القوانين؟ إلهك ولا أي شيء تاني في الوجود؟ إلهي لسه الأعظم، والحجر بيقول لي إن إلهي لسه أعظم. مش ترنيمة حرنمها في اجتماع، ده إيمان أنا حعلنه من جوه قلبي إن إلهي لسه عظيم. ولما تيجي الأزمة، ولما يجي صوت الشرير، ولما تلاقي إنه مصدر الإزعاج مش بعيد عنك، دخلك بقى فيك، تقول إيمان من ناحية تانية، مهما كنت عظيم وكبير، تصدق تصدق حتى لو موتني حفضل اعبده وعظم اسمه، لانه هو صالح وللابد رحمته. انت صخري، انت معتمدي، انت اللي عليك اسند رجلي، انت اللي ترفعني على صخر اعلى مني، انت وحدك. هقرا كم شاهد وانا بقراهم، انا هتنبأ بيهم على كل حد بيسمعني، على كل حد بيشاهدني، خدهم جوه قلبك وجوه اعماقك وجوه نفسك وانت بتسمعها. مزمور 18، اغلب الشواهد اللي هقراها هي لداود رجل الله، ما عدا بعض الشواهد الثانيه. مزمور 18، هللويا. هللويا. أحبك يا رب يا قوتي، يهوى صخرتي، حصني، منقذي، إلهي صخرتي، به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجائي. عدد 31، من هو إله غير يهوى؟ من هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة. عارف يعني إيه يمنطقني بالقوة؟ يعني ياخدني زي داود كده وأنا نازل أواجه عدوي. عارف يعمل إيه؟ تعال لي يا حبيبي، تعال لي، أنت نازل الماتش مش كده؟ نازل الملاكمة، نازل المبارزة، تعال تعال، أنا حمنطق. هو اللي حيلفني، وحيلفني بإيه؟ بالقوة اللي عليه هو،
بالقوة اللي موجودة فيه يمنطقني بالإيه؟ بالقوة. وإيه كمان؟ ويصير طريقي كامل، السكة مفتوحة قدامي، الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني، الذي يعلم يدي القتال فتحن بذراعي قوس من نحاس، ويجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق العقباي، أتبع أعدائي فأدركهم. حد يقول لي أمين. مش أنا اللي خايف وبهرب قدام العدو، أتبع أعداء ليه؟ ده هو اللي منطقني، هو اللي لففني، هو اللي مخرجني لده. العدو قدامك هو، طب كله، طب أنت شيله من قدامك. شيله من قدامك إزاي؟ أنا عايزك تعرفني، أنا عايزك تعرف الإله اللي فداك شكله إيه، أنا عايز تعرف إنك مفدي، إنك مدفوع فيك أغلى ثمن، وإن أنا أديتك سلطاني وأديتك قوتي. العدو قدامك حيكون طعامك، العدو قدامك حيكون طعامك. هقولها لغاية لما حد يقول لي أمين فأمين. العدو قدامك لغاية لما يكون طعامك، العدو قدامك لغاية لما يصير طعامك. العدو اللي قدامك متخافش منه، أنا هخليك تاكله. هللويا. أتبع أعدائي فأدركهم، لا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. تمنطقني بقوة للقتال، تصرع تحت القائمين علي، وتعطني أقفية أعدائي ومبغضي أفنيهم. مزمور 27. هللويا. يهوى نوري وخلاصي، يهوى نوري وخلاصي. لا قولوا لي زي ما انا قلت لكم زمان نقولها ازاي. يهوى نوري وخلاصي ممن اخاف، يهوى حصن حياتي. الله. مش يهوى نوري وخلاصي من اللي انا خايف منه، يهوى نوري وخلاصي اخاف من مين؟ يهوى حصن حياتي ارتاح. ده داود لوحده والملك والجيش من ناحيه تانية. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي عصر وصر. نزل علي جيش، نزل علي جيش، إن قامت علي حرب. واحدة سألت من الرب وإياها التمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب، أتفرس في هيكله. ليه؟ لأنه يخبئني في مظلته. إمتى؟ في يوم الشر. يسترني بستر خيمتي، على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف. مزمور 62. يلي مستني، اللي لسه عندك ومنتظر الرب، إنما لله انتظرت نفسي من قبله، إنما هو جاوبوني يا شعب الرب، إنما هو ملجئي فلا أتزعزع كثيرا. مزمور 71. اللهم إلى تنجيتي يا رب، إلى معونتي أسرع، ليخجز ويخجل طالب نفسي. 71 آسف. بك يا رب تميت فلا أخزى إلى الدهر، بعدلك نجني وانقذني، أمل إلي أذنك وخلصني، كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما، أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. قول للرب أنت صخرتي وحصني يا رب، أنت صخرتي وحصني. ارجع معايا لسفر التثنية اصحاح 32. موسى رجل الله بيقول نشيده الأخير، تثنية اصحاح 32. هللويا. عدد 3 و4.
إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظة لإله. هو إيه؟ هو إيه؟ افتكر مرة تانية وانت ماسك الصخرة في إيديك، الصخرة بتقول لك إن هو الصخر، الصخرة بتقول لك إن هو أمانك وهو ضمانك، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبل عدل إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. إشعياء 26 في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا، لنا مدينة قوية يجعل يشوع، يجعل يشوع كلمة خلاص يعني، يجعل يشوع يسوع، يجعل يشوع أسوار ومترسة. افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة، ذو الرأي الممكن، ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالم. ليه؟ لأنه عليك متوكل. توكلوا على الرب إلى الأبد، لأن في ياه يهوي صخر الظهور. صخر الظهور، صخر الظهور يعني يعني جبال تروح وجبال تتزعزع، وده الصخر اللي فاضل من الأزل إلى الأبد، وهو رفعني ورفعك وحطك هناك، لن تتزعزع، لن تتزعزع طول ما هو صخرك اللي انت ماسك فيه. اخر هاي اقولها لك قبل ما هختم، وانا بتنبأ على حياة كل واحد فينا، إشعياء 32 عدد 2، إشعياء 32 وعدد 2، ويكون انسان كمخبأ من الريح، ستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. حد ساكن في أرض معيية، في أرض تعبانة اليومين دول، عايز أقول لك إن مسيحك، إن إلهك هو الصخرة اللي ليك اللي بتظلل على حياتك. اطمن اطمن. ربنا بعت لي الليلة عشان أقول اللي بيسمعني اطمن. ازاي اطمن؟ لما يسوع بيك مكان ينطق بكلمة واحدة، سلام، وهو بينطق بده كل مصادر للإزعاج والتهديد والتخويف تختفي. اسمعني صوتك من تاني، ارجع اتكلم جوه حياتي من جديد يا رب، برجع اديلك وداني عشان اسمع الصوت اللي يطمن والصوت اللي يقول ما تخافش ما تخافش ما تخافش. حد محتاج حجر؟ تسيبش المكان قبل ما تنبأ عليك من فضلك. حد محتاج حجر؟ امسك الحجر في ايديك من تاني، غمض عينك، غمض عينك، اسمع ابوك بيقول لك ايه. يا ابن ادم ما تخافش، انا صخرتك، انا ارفعك على ايدي، انت ساكن فيا، رجليك مغروسة في صخرة خلاصي، الشرير مش هيزعزعك، ما تسمعلوش، اسمع لكلامي، اعرفني، قرب مني، خليني اسكب حبي فيك اللي يطرد كل خوف من جواك، مهما كان مصدر الخوف والتهديد، اعرف اني اعظم، اعرف اني انا اقدر. صوتي ليك كل الوقت في كل يوم، شالوم، للأمان، للسلام، للحب. اهدى اطمن،
هات اللي في قلبك، هات اللي في قلبك، كلمني، اطرح علي حملك. انا اقدر اشيلك على فكرة، اقدر اشيلك باحمالك، اقدر اعولك، اقدر اهتم بيك. مش بس كده، اقدر اغير قلبك واغير لسانك علشان تعرفني. مش الشرير اللي يهددك، انا خلقتك عشان انت تهدده. انا صنعتك وحطيت ايماني فيك علشان انت اللي تهدد الشرير. انا اديتك سلطان انك تدوسه تحت اقدامك. انا لسه اله السلام يا ابني. بقول لك اليوم ان مصادر خوفك تحت رجليك، مصادر خوفك تحت رجليك. اطمن اطمن اطمن. ضعفاتك، خايف من ضعفاتك، انا عارف ضعفاتك، عارف اللي بيهددك بيه مش الحل انك تهرب ولا تنتقم من الناس حواليك ولا تعيش باقي عمرك اسير لذكريات وحوادث اليمه. انا احررك، انا افك اسرك، انا اكسر قيدك، انا اشفي اوجاع السنين وعوضك عن اللي راح. خايف من العيشه، خايف من الظروف الصعبه، اطمن، انا خبز الحياه، انا الماء الحي، انا اقودك لينابيع ماء حي. كن بس كن امين وجربني، انا اعولك، انا اغنيك يقول القدوس. اوعى تنتظر انسان، اوعى تتكل على بشر، انا متكلك وصخره خلاصك. خايف من المرض، حتى في مرضك ما تستسلمش، امن، اعلن، صدق، انا يهوه رافع، انا الرب شافيك. انا عارف ظروفك، انا عارف امكانياتك. ما تصدقش اللي كان في ابائك واجدادك، لازم يكون فيك. اعرفني، انا اللي كسرت اللعنه، انا اللي سمرتها على الصليب، انا اللي حولت اللعنه الى بركه. صدق، صدق ان نصيبك بركه، 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 بركه. ايوه نصيبك بركه، ايوه نصيبك بركه، لان فم الرب هو اللي اتكلم على حياتك. خايف من اللي جاي، خايف من المستقبل، ايه اللي هيكون موجود فيه؟ خايف ليه؟ مالكش حق. ليه مالكش حق؟ لان انا الاله القديم ملجأ والاذرع الابديه من تحت. انا اللي حملك سنين عمرك اللي فات، ليه هتخلى عنك بكره؟ ليه هسيبك بكره؟ انت مش عارفني؟ انا البدايه والنهايه يا ابني، انا الالف والياء، الى الشيبه والى الشيخوخه انا بحمل. انا اللي شكلتك في البطن، انا اللي اخرجتك من الرحمه، وانا اللي معاكي الى نهايه الدهر. انا ابوك، انا صخرتك، انا متكلك، انا سر وجودك وحياتك، اللي بيه بتحيا وتتحرك وتوجد. ما تخافش، ما تخافش، انت في المسيح لقيت نعمة في عينيا عمرها ما هتتمحي، عمرها ما هتضمحل، عمرها ما هتنتهي. قوم، قوم يا ابن آدم، قوم امسك الحجر في ايدك، اضغط عليه من تاني واديني فرصة من جديد، فرصة بقوتي وبقدرتي وبغنى نعمتي ارجع استخدمك من تاني. لا تكون خايف،
ولا تكون مطارد ولا تكون مذلول. انا هستخدمك، انا هستخدمك، انا هستخدمك. هتطرد العدو، هتقهره، هتهزمه، هتخيفه. ليه؟ لان انا صخرك، انا متكلك، انا حياتك اللي بيها بتحيا واللي بيها بتعيش. يا ابني انا ليك مش عليك، يا ابني انا معاك مش ضدك، يا ابني انا فيك مش بعيد عنك. انا صخرة خلاصك، انا صخرة خلاصك، انا صخرة خلاصك. انا يا يهوي صخر الظهور. اطمن، ارفع ايدك والصخرة بين ايديك وقول له مآمن فيك انك انت صخرة خلاص يا رب. مآمن فيك اليوم يا رب، مآمن فيك مهما كانت القوة اللي موجودة قدامي، مهما كان اللي بيطاردني، مهما كان اللي بيخوفني، مهما كان اللي بيزعجني، مهما اللي سرق من عمري سنين، واللي سرق احلامي وصحتي وسرق مالي وسرق بيتي، سرق خدمتي، سرق كل اللي ليا. لكن في حاجة لسه ما سرقهاش، الصخرة اللي انا ماسكها بين ايديا يا رب، القوة اللي انت اديتهاني انه هو ما يقدرش يسرقك انت يا رب، ولا يقدر يخطفك من حياتي يا رب. هطمن وانا فيك، هطمن وانا معاك، وباسمك وسلطانك هكسر الخوف تحت رجلي يا رب. ببارك اسمك لانك هنا موجود، ببارك اسمك لانك عظيم. مش بباركك عشان انا ساكن في حصون الصخر، انا بباركك انه انت الصخر اللي انا بعليه بتكل يا رب، الصخر اللي عليه بستند. ولانك صخر الظهور كنت الصخر اللي اتكل عليه ابويا وجدودي، والصخر اللي انا متكل عليه اليوم. وانا بصلي بايمان ان ولادي وولاد ولادي وولاد ولاد 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 ولادي هتكون انت صخرهم الى ان تجيء يا رب، هتكون انت مصدر خلاصهم وحمايتهم، هتكون انت مصدر امانهم. ولو ضاع مني كل شيء اشكرك لانك ما ضعتش مني، ولانك انت ما ضعتش مني انا ببارك اسمك لان لسه عندي كل شيء. تعبانين من الناس اللي بتقول انها تعرف ربنا. اقول لك من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل لي في الحياه ايه؟ انها تظلم. في حاجات انا مش فاهمها، في حاجات ابعد من حدودي، في حاجات الكتاب ما ردش عليا فيها، ما قالش حاجه، مش محتاج اعرف. انا مصدق فيك وهحط ايدي في ايدك لانه ما فيش حد اكتر منك اقدر اثق فيه الا انت، لانك انت صخر الظهور يا رب.